كثير يبقى ونواحي. اليوم 22 بعد ال200 من عمر الثورة السورية على نظام بشار الأسد بدأ دمويا، فقد أعلنت لجان التنسيق المحلية أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في سهل الغاب الحراش إثر إطلاق الجيش النار بشكل عشوائي على المارة. وفي حوران بدأ إضراب شمل كل المدن والبلدات تمهيدا لبداية عصيان مدني، وقد بدأت منذ اليوم محاولات إغلاق كافة الطرق الرئيسة بحوران للمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن جميع المعتقلين من كل المحافظات فورا. وأفيد عن انتشار لقوات الأمن في بصر الشام التي راحت تطلق الغازات المسيلة للدموع على المنازل والرصاص الحي في الشوارع. وفي تطور جديد، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن عددا من المنشقين عن الجيش السوري بقيادة الملازم أول شريف الكايد أعلنوا عن تشكيل كتيبة الشهيد أحمد الخلف في درعا والانضمام إلى الجيش السوري الحر. الكتيبة اشتبكت مع قوات الأمن السوري في بلدة الجيزة، كما أعلنت عن إضراب عام في درعا وقامت بإغلاق الطرق في المنطقة الشرقية للمحافظة. وفي درعا أيضا أفادت لجان التنسيق أن قوات أمنية وعسكرية اقتحمت بلدات داعل وإبتع وراحت تزيل الحواجز التي أقامها الأهالي في الطرق والشوارع تنفيذا للإضراب العام الذي بدأ منذ 4 أيام، كان من المقرر أن يدخل في حالة عصيان مدني في يومه الخامس. كما أفادت عن اشتباك بين كتيبة الشهيد أحمد خلف وقوات الأمن على مدخل الجيزة الشمالي في ريف درعا. رمز المصري، العربية.